في الحديث لما حضرت أبا طالب الوفاة، هل معنى ذلك أنه كان في الغرغرة؟ وهل تقبل التوبة حينئذ؟ ما كان في الغرغرة، ولذلك كان يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو في الغرغرة يعني علامات الموت، يقول لك في أول الشرح لما نزل في أبي طالب يعني نزلت علامات الموت ومقدماته. نعم.